أقيم في المركز الثقافي العربي بمدينة سلمية عرض الفيلم السينمائي حكاية من دمشق، الذي تدور أحداثه في أجواء اجتماعية إنسانية تحتضنها شوارع وأزقة دمشق. العرض الأول لفيلم حكاية من دمشق. فحكاية من دمشق هي من الحكايات الكثيرة التي حدثت في دمشق بعد خلال الحرب وبعد الحرب. نتأمل بالأيام الجاية تكون سوريا أجمل وتكون دمشق حكاياتها أروع. فيلم بيعبر عن واقع عاشوا السوريين خلال فترة الحرب. طبعا كان واقع بيحكي قصص متنوعة. هذه القصص بالنهاية كانت نهاية سعيدة لكل واحد كان موجود، وكل واحد بطريقته الخاصة. فيلم هو بيمثل كل المعاناة اللي كنا، يعني انه مثل بقعة ضوء على المعاناة اللي كانت ويمكن ما زالت الناس عم تعيشها بعد هذه الأزمة اللي مرقت علينا. فنتمنى الأيام القادمة تكون أجمل وأجمل ونقدر نتخطى الوجع. فيلم حكاية في دمشق بيمثل قصص صارت بكل المدن السورية، مع أنه دمشق أكيد إلى موقع خاص مو بس عند السوريين، في العالم ككل. دمشق هي فعلا القلب النابض، أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وهي مدينة التاريخ حقيقة وأم التاريخ. الشيء اللي شفناه كان كتير رائع، ولو أنه شعرنا بأن الفيلم كان في إيطالي، ولكن هذه الإيطالي كانت لتشويق المشاهد، بدنا نعرف شو القصة. شفنا شخصية لينا، وشفنا شخصية زياد، شفنا العم الذي مثل دوره الفنان الكبير غسان مسعود تألق في الدور. الفيلم يتناول قصة الحياة السورية التي تنمو في حناياها إرادة الحياة، وتتجلى عظمة الإنسان السوري المفعمة بالحنين والحب بعيدا عن الصخب وإيقاع الحياة المتسارع.